للحكم خلال 30 يوما تبدأ. في هذه الغرف المغلقة مترجمون يقومون بترجمة لغات مختلفة إلى العربية لغير الناطقين بها أثناء جلسات المحاكمة عن بعد في مركز الترجمة الموحد التابع لوزارة العدل، حيث يوفر 18 لغة من خلال 21 مترجما. استقبالها تكون آليا عبر القنوات الإلكترونية المدعومة من الوزارة، ويكون عندنا الطلبات مقدمة إلكترونيا تجدول مباشرة باللغة وباليوم والتاريخ والساعة، ومن ثم يتواصل مع المحكمة في حين وقت الجلسة عن اللغة المطلوبة، يعني الفرعية للغة الموجودة اللي تحتاجها المحكمة. بلغ عدد الجلسات 8500 جلسة منذ افتتاح المركز، وعدد 1200 صفحة ترجمت تحريريا، حيث توفر الترجمة فوريا عند طلب المحكمة. هذا المترجم تلقائيا بيقوم عن طريق الجهاز بالاتصال بالمحكمة، كان عن طريق رابط أو عن طريق الهاتف الشبكي الموجود عنده في الكمبيوتر، فبتتم الترجمة تلقائيا. بنتابع مع المترجم نتأكد أنه الترجمة تمت. في نهاية الجلسة مطلوب من المترجم يوفرنا رقم القضية واسم المحكمة والتاريخ. الخدمات المقدمة من خلال المحاكمة عن بعد والترجمة الفورية للمستفيدين ما هي إلا لسرعة انتهاء القضايا، كي لا يكون فيها تأخير وتراكم للقضايا. محمد العتيبي، الإخبارية، الرياض.